مصايف كردستان وجهة لهواة جمال الطبيعة الخلابة المليئة بالجبال التي تكسوها الأشجار وينابيع المياه العذبة المنحدرة من على سفوح الجبال. خلال موسم الصيف الحار تشهد هذه المناطق إقبالا واسعا من السكان المحليين، إضافة إلى السواح القادمين من وسط وجنوب البلاد. هنا مصيف مثلا بيوم الأعياد يوم الجمعة يصير ازدحام علينا، أكثر ناس من أهل بغداد يجونا، مثلا اكو ناس يجون بالهاي الكبرات السياحية يباتون هنا بالليل مثلا يطلع السفرة. والله الحمد لله يعني العالم متونسة والطبيعة حلوة وما كوسة مثل أيام العيد. ويتوافد الكثيرون من مختلف المناطق العراقية إلى المناطق السياحية في إقليم كردستان. شلال قلعة علي بيك أحد أشهر الشلالات الموجودة في أربيل، والذي يعد قبلة للسياح في فصل الصيف، يمتاز بدرجات حرارة منخفضة وطبيعة ساحرة. احنا اولا بغداد حارة، كهرباء ماكو، هسه موسم مال يعني رحلات وشلون ما تقول ونسة. عندنا هناك وقت فراغ هواي، يعني واقف كل شيء واقف، كهرباء ماكو، اصلا هيش طبيعة ماكو. يعني كردستان يمكن كل 8 اشهر 9 اشهر 7 اشهر احنا نجي اجيب العائله واجي، بس اول شيء نحسبه الونسه. ليش؟ لان كهرباء متوفره، المناطق سياحيه جميله، تغير جو، مي حلو بارد، حتى الجو يختلف هناك. يعني احنا شمسنا هناك هسه اليوم خابرت 55 56، هنا انا ماكو شمس. الجو مرتفع عندنا، وشيء ثاني بالجنوب والوسط ما عندنا يعني ايش مكان حلوه. ويتوقع المسؤولون في قطاع السياحه باقليم كردستان ان تستقبل المناطق السياحيه في الاقليم خلال العام الجاري اكثر من 3 ملايين سائح، والذي سيعكس بالايجاب على الحركه الاقتصاديه في كردستان. من اربيل، علي باسل، قناه صلاح الدين الفضائيه.